كنزة أكيد ما تقدرش ترتبط ولا تكون على علاقة إلا بشخص عنده زوج قصور ولا ثلاثة كما قالت هي. اختيش قلتها خانة. في السوشيال ميديا وين عندك متابعين؟ وين هذه قلتها؟ ما سقساوك سبحان الله، قالوا لك علاش ما تزوجتيش؟ قلتي لهم لازم يكون عنده زوج قصور ولا ثلاثة باش نقبل بيه. ايه هادو شروط تعجيزية. زوج قصور قليل زوج قصور، دبيا ثلاثة ولا أربعة، ليا واحد يبصح. محمد شاهين عنده زوج قصور ولا ثلاثة؟ الشي اللي خلاك تتلاقايه وما تحضريش مهرجان لباس تقليدي اللي كانت المنظمة ديالو هي أصلا في عميلتك؟ ما حضرتيش المهرجان أصلا ما ولكن حضرتش لانه تلاقيتي ما بلا كنتش ميدو. معروضه نحضر شيء مانيش معروضه فيه. جاوبينا استاذه، فميلتك انت هي تروح، على انت تروحي العرس ماشي معروضه فميلتك فيه. دايما اي تعارضك، وهي تقول ومن دايما بعد انه فامي، تعارضك ومن وما بعد كي تكون تروحيش ليها. فاميلتي، لا لا علاقات، كنت تقدري تكوني انت فاميلتي بصح امور تاع العمل حاجه واحده اخرى، كل حاجه في بلاصتها. وحكينا على شروطك التعجيزية، علاش تعجيزية؟ انتي كنزة مرسلة يعني فنانة ايه فقط. من بعد قليلة هكي قلتيها كنزة مرسلي فنانة. شوف هاد الشي، انا احيانا نكون نحب نكون عفوية ومرحة مع المتابعين تاعي، فلما سقسوني هكا لانه بزاف يراودني هاد السؤال، بزاف يسقسوني علاش ما تزوجتيش، علاش ما تزوجتيش. اولا ما في عمري 70 سنة يعني لهالدرجة لانه راكم مزروبين عليا باش نتزوج. حاجة تانية، كي هكا حبيت ندير سؤال جواب فاني كما يقولوا مالح، قلت لهم ما لازم له زوج قصور ولا ثلاثة. طبعا وفي الواقع صح لازم له زوج قصور. لا اكيد طبعا، لا شحال من قصور؟ لا دار برك، دار نورمال اف دو بزاف من استديو معليش. المهم لهنا والمهم التفاهم وتكون مرتاح مع الانسان، هذاك هو الاهم، تلقى الانسان اللي يفهمك وتفهمه. نولي لها انه انت يا فنان، انا لو كان كنت نحوس على القصور والدراهم كنت زوج صافي بيان لونطون، متحبسه هنا باصحاب القصور والدراهم اكيد، اصحاب العمايم اكيد. لا لا مش اصحاب العمايم، يعني الناس اللي يقدروا يوفروا لي هاد الشروط اللي انا كنت نتمسخر وقلتها. فهذا الشيء ماشي ما كاش صعيب، لا الان خصوصا في الدومين تاعنا هذا الشيء ماشي صعيب انه يخليك تتعرف على كنزة. ناس عندهم القصور. المثاليه في التصريحات، المواطن الجزائري الان وحتى المشاهد ذكي. يعني ما نقدروش نقولوا له مثلا انا نقول له نرفض قصر ولا نرفض قصور من اجل عملي ولا من اجل فني ولا. هل يعني انت اليوم تقولي انا بلي قلت لك رفضت رفضت قصور على رفضتي رجل عملي؟ رفضتي اصحاب القصور واصحاب اللي وفروا لك هذا الشيء؟ ما رفضتش انايا، شكون قال لك رفضت؟ يعني كون حب كون كنت نحوس عليهم كون اني يعني الانسان كيكون عنده هدف يديروا هنايا ويوصلوا، بصح انا هذا ماشي هدفي، انا كون جا هدفي هو يجيني على طبق من فضة او من ذهب او من الماس، فهم؟ وصلت الفكرة؟ انا وصلت وصلت الفكرة؟ انا وصلتني الفكرة، ولكن حتى ما لكن نخوضوش انا هذا كثير ماشي في الموضوع. طموحي، ماشي طموحي لانه كلش يفنى. لانه الفكرة اللي انت قلتها انه نخير انسان غير على جهلتك الشيء، هذاك هو المعيار الاساسي، ان نخير انسان ودراهمه، لكن انا ماشي هذاك هو المعيار الاساسي، كاين امور اهم منها. اذا زاد هو لما لا.